افردوس انا لين جاي العب بالالعاب الحلوه وعايز كل العالم كلها مع بابا لانه كل يوم هو بالشغل بنقذ العالم تحت الركاب. الدفاع المدني بالتعاون مع منظمه نودي حفل ترفيهي بمناسبة عيد الفطر السعيد. تضمن هذا الحفل عدة أنشطة رياضية ترفيهية للأطفال. كانت هاي الفرصة هي سعيدة بالنسبة لنا ولأطفالنا اللي نحن كأبناء الدفاع المدني كنا مشغولين عنهم في فترات لأنه كان وضع قصف ودمار وتهجير. الحمد لله هلأ الوضع تحسن شوي وهي فرصة لحتى نشوف أولادنا ونلعب معهم في هالمناسبة.